رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي في الاستوديو منورنا استاذ عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي في اخبار الرياضه. مساء الفل على حضرتك ومنورنا اكيد في كلام في الميديا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اكيد عندنا حاجات كتير جدا نتكلم عنها، اكيد في لقاء هام للنادي الاهلي، وكل لقاء للنادي الاهلي هو لقاء هام في مشوار النادي الاهلي لاستعاده بقى لقب الدوري او المحافظه عليه. وطبعا كان في لقاء لسه يوم الخميس اللي فات، لقاء وادي لقاء عفوا مصر المقاصه، طبعا كان لقاء هايل انتهى بثلاث اهداف نظيفه لصالح النادي الاهلي. شفنا لقاء يعني في روح النادي الاهلي اللي كان النادي الاهلي مفتقدها بقاله فتره. طبعا نتكلم عن ماتش الاهلي المقاصه. لا عايز اقول طبعا ماتش الاهلي المقاصه يعني شخصيه الاهلي رجعت في هذه المباراه. الأهلي قدم لنا مباراة كبيرة جدا من ماتشاته الكبيرة اللي احنا متعودين عليها، والجمهور النادي الأهلي وجمهور الجمهور المصري بشكل عام بيشوف الأهلي بالأداء الكبير المتميز بيه وبالأهداف وبالانتصارات، فكان ماتش كبير جدا. الأهلي يعني عايز أقول كده بشكل عام يعني هو قدم مباراة كبيرة، أبدع وقدم شغل كبير جدا، كان فيه تكتيك عالي جدا، كان فيه انسجام بين جميع اللاعبين بما فيهم الصفقات الجديدة للنادي الأهلي جابها. المباراة يعني كان فيها فكر من لاسارتي بشكل كبير جدا. المباراة رجعت لنا الزمن الجميل للنادي الأهلي وماتشاته الكبيرة والأداء العالي اللي أسعد الجماهير. يعني أنا كنت شايف معظم جماهير اللي هي النادي الأهلي بعد الماتش كانت قد إيه مبسوطة، قد إيه مطمئنة إن هي قالت خلاص الأهلي رجع تاني من أول وجديد. صحيح. فالأهلي قدم ماتش كبير جدا بالنسبة لماتش مصر المقاصة، قدر إن هو يجيب ثلاث أجوان. الأهلي بقاله فترة بيجيب وقف عند حاجز الهدفين فقط، في المباراة دي تعدى حاجز الثلاث أهداف. يمكن عايز أقول طبعا الأهلي من بداية المباراة كان ضاغط، يعني لعب من أول دقيقة الماتش. صحيح. كان ضاغط، قدر في خلال الأربع دقائق الأولانيين إنه يجيب جون يعتبر ملعوب. يعني يمكن ثلاث أجوان اللي الأهلي جابهم في المباراة كانت ثلاث أهداف ملعوبة بشكل كبير جدا، واضح إن ده ناتج عن طريق تدريب وخطط كبيرة وجمل تكتيكية معمولة في الملعب وشغل من خلال المدربين. يعني عايز أقول لحضرتك إن الكورة طبعا اللي اتقطعت من حمدي فتحي ولعبها على طول لرمضان صبحي ودخل بيها للوسط وقدر يمررها بشكل كبير جدا لحسين الشحات وانفرد يجيب أول جون، كان يعني ده يدل عن أداء يعني وتناغم بين اللاعبين. صحيح. طب لو سألت حضرتك عن أفضل الصفقات الجديدة أو مين الصفقة الجديدة اللي شفتها ومتأكد أنها يكون لها بصمة مختلفة أو دور مختلف مع النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية؟ أنا عايز أقول أن كل الصفقات، يعني مش عايز أظلم حد وأقول حد معين، كل الصفقات شايف من وجهة نظر أنها صفقات قوية، صفقات محترمة جت في وقتها، كل واحد جه في مركزه، كله بدأ يظهر، لمساته بدأت تبان، بصمته بدأت تبان. يمكن رمضان صبحي شفنا ان هو أدى ماتش كبير جدا، عمل شغل كبير جدا في الماتش ده، يمكن كان من نجوم المباراة. حسين الشحات برضه مع بدايته قدر يحرز هدف وأكد على أدائه العالي وعلى قوته التهديفية. حمدي فتحي عمل شغل كبير جدا. يمكن ياسر برضه فتحي في الدفاع كان برضو عامل ماتش كبير، ويمكن من نجوم المباراة، يمكن الناس ما حسيتوش قوي على أساس إن هو يمكن يعني ما ظهرش لكن بشكل كبير في عملية الهجوم، لكن أكيد كان واخد واجبات تكتيكية ودفاعية معينة. لكن يمكن عايز أقول يمكن يعني حتى الإحصائيات اللي خرجت بعد المباراة أكدت إن معظم الكرات اللي هي كان فيها مواجهات يعني أو ألعاب هوائية مع الفريق المقاصة قدر إن هو يستحوذ عليها بشكل كبير جدا. يمكن سجلت أكتر أو حوالي 81% أو أكتر من 81%، دي نسبة عالية في عملية الأداء. ده بيتم مع فريق كبير برضه، فريق المقاصة فريق كبير ومحترم وبيأدي بشكل كبير. في ناس قالت إن المقاصة ما كانش هو المقاصة سبب الغيابات اللي كانت عنده، بس أكيد كان الرد على الجانب الآخر، طب ما الأهلي برضه عنده غيابات وعنده إصابات. الأهلي عنده غيابات وعنده إصابات كتير، والأهلي يمكن عنده فرقة بره من الإصابات إن شاء الله يتعافوا. 11 لاعب. 11 لاعب فرقة كاملة. المقاصة برضه عندها كم عندها برضه أي فريق بيبقى عنده مجموعة من الإصابات، لكن برضه المقاصة عندها فرقة
كبيره، وقدر كابتن طلعت يوسف ان هو يقدم فرقه كويسه وما فيش اي غيابات موجوده عنده. هو يمكن بان قدام الناس الكلام ده يمكن من اداء الاهلي العالي والثلاث اجوان اللي هي جت، يمكن قالت ان برضو لو بصينا للنادي الاهلي هتلاقي كمان ان غيابات النادي الاهلي غيابات في المقتل، يعني احمد فتحي، وليد سليمان، حسام عاشور، طبعا يعني بتلاقي وليد ازار، ما فيش راس حربة، يعني تلاقي الغيابات برضو اللي عند النادي الاهلي ما هياش غيابات هينه، كلها غيابات مؤثره جدا وفي مراكز اساسيه. ده بقى يجي في ظل هذه الغيابات اللي هي موجوده، ويجي الاهلي وبيأدي هذا الاداء العالي، والاهلي بيحرز ثلاث اهداف في مباراه كبيره تعتبر البدايه والانطلاقه بالنسبه للنادي الاهلي مع هذا الدور. يعني يمكن ماتش المقصه هتعتبر الانطلاقه الحقيقيه للنادي الاهلي في هذا الدور، رغم الغيابات والنقص اللي حضرتك بتقول عليه الى حد كبير في مجموعه كبيره من اللاعبين، الا ان المجموعه اللي هي موجوده قدر ان هو الجهاز الفني، طبعا هي مجموعه لاعلى مستوى، الجهاز الفني مع طموح اللاعبين وقتالهم وادائهم ان هم يقدروا يعملوا مباراه كبيره ويحققوا ثلاث اهداف. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن هو الماتش، طبعا فيه كلام كتير وشغل كبير للاهلي، يعني وشغل لعيبه برضه، عمل زي عمرو السوليه لما عمل كره الاجايه ما بيعملهاش غير ميسي بوش رجله الخارجي، رمضان صبحي لما جاب الهدف الثالث بكعبه، فيعني زي ما تقول يعني تحس ان الاهلي هو بيلعب يعني بيعزف سيمفونيه. صحيح. بيعمل شغل كبير، بيسعد أكيد. جماهيره، بيعمل أكيد. اداء عالي، وده اللي احنا شفناه في الاهلي وعايزين الاهلي يستمر عليه خلال الماتشات اللي جايه ان شاء الله. خلينا نرجع للدوري المصري الممتاز اللي في ناس متقالهم ان هو خلاص تم حسمه من دلوقتي، وده طبعا غير صحيح بالمره. بنشوف النادي الاهلي بيتقدم في خطوات ثابته طبعا نحو الصداره، وباذن الله ان شاء الله يكون الدوري في الموسم الحالي من نصيب النادي الاهلي. اللقاء القادم قصاد وادي دجله هو لقاء هام، واي لقاء للنادي الاهلي في الدوري الممتاز فهو لقاء هام، ومفيش اي يعني بديل عن الفوز وحصد ثلاث نقاط من كل اللقاء عشان نقدر ان احنا نحافظ على لقب الدوري المصري الممتاز. على لقب الدوري فعلا. هو ماتش بكره زي ما حضرتك بتقولي مع وادي دجله، ماتش مهم جدا، فريق برضه منظم مع مدير فني اجنبي اليوناني تاكيس جونياس، ده برضه راجل قدر ان هو يعني يصنع فرقه كويسه بتنافس الى حد ما وبتلعب اداء ومنظم ما بين الدفاع والهجوم، وبرضه عنده مجموعه كبيره من اللعيبه زي محمود مرعي وعنده عبد المنصور مرمى وفي على اساس ان هو بيعدوا لماتش الاهلي بكره. فعايز اقول ان هو طبعا الفرق كلها بتتصارع من اجل احراز الفوز في هذا الدوري. الاهلي طبعا كل ماتش طبعا الاهلي ارتدى شخصيه البطل وهو حامل اللقب، وكل فريق بيدخل او بيلعب قدام الاهلي عايز يكسب البطل. فطبعا مهمه الاهلي بتبقى صعبه جدا، دي مهمه ملقاه على عاتق اللاعبين والجهاز الفني. وطبعا عايز اقول ان المجموعه اللي هي موجوده في النادي الاهلي طبعا مجموعه بنعول عليها بشكل كبير جدا على انها ان شاء الله مستمره في حصد النقاط. يمكن ناس كتيره جدا قالت على ماتش بكره ده يعني امتحان لسارتي واللاعبين والجهاز الفني، لكن اعتقد ان الاهلي ان شاء الله هتخطى هذا الامتحان، هيقدم لنا كره جميله، يكمل لنا الماتش اللي هو بتاع ماتش المقصه والاداء العالي اللي ظهر عليه النادي الاهلي، ويكمل المشوار لنهايه الدوري باذن الله ان شاء الله. لو بصينا للنادي الاهلي في الميركاتو الشوطي شفنا 7 صفقات كلهم صفقات سوبر، شايف قد ايه نجح مجلس اداره النادي الاهلي في ابرام الصفقات دي؟ كان مهم جدا الاهلي، يمكن كنا بنتكلم قبل كده هنا وان كان الاهلي محتاج جدا، كنا احنا زي ما بنقول كنا مستنين يناير ده يجي بفارغ الصبر عشان خاطر ان عمليه الاصابات الكبيره جدا اللي حصلت لعدد كبير من اللاعبين، واطلقنا عليها ان الاهلي فتح المستشفى لكثره اللاعبين اللي هم دخلوا في اصابات كبيره جدا، كان حصل نقص عددي جدا، فكان لازم الاهلي وبسرعه ان هو يحاول يعوض هذا النقص العددي. كان مجلس اداره النادي الاهلي طبعا متواجد
الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره طبعا مع الفريق مع اللاعبين باستمرار، عارفين طبعا الفريق كان محتاج ايه، فطبعا لبوا رغبات الجهاز الفني في عمليه اللاعبين. واعتقد ان هي الصفقات السبعه اللي هو الاهلي جابهم، واحتمال تكون في صفقه ثاني قريب قبل ما يناير يخلص يعني في خط الدفاع، احتمال يعني احتمال تكون على حسب رؤيه الجهاز الفني. اعتقد ان الاهلي كان في حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا. لو بنتكلم عن صفقه اخيره فحضرتك متوقع يكون مين الصفقه الاخيره؟ يعني هو في كلام على يعني لعيب في احد الانديه قد يكون يعني في اي مركز يعني هو اعتقد في الدفاع، لان طبعا خط الدفاع اعتقد يعني عشان ما يبقاش فيه نقص يمكن موجود عندنا يعني اصابات كتير. محمد نجيب ممكن طبعا الفتره الطويله اللي هو موجود فيها يعني بعد الفتره دي قد الرجل، وبرده في عوده سعد سمير وكان موجود كلام جميل جدا، ورامي ربيع طبعا ان شاء الله يرجع للملاعب مره تانية اكثر قوه وامتعنا. لكن اعتقد يمكن رؤيه الجهاز الفني لوجود لاعب اخر، لان انت عندك دلوقتي مشوارك مهم جدا في الدوري. ايه المقومات اللي المفروض تكون في مدافع محتاجها النادي الاهلي في الوقت الحالي؟ والله يعني الاهلي تملي بيختار لاعب ذو امكانيات خاصه، ذو قدرات خاصه. يعني يمكن الاول كان حاطط سليف كوليبالي جابه، لكن يمكن قداشي قد يكون قوه بدنيه قوه جسمانيه محتاج يقفل في قدام المرمى في حاجات معينه. ما كانش محظوظ مع الاهلي. لكن دلوقتي تفكير فممكن لاعب يكون اكثر يعني فكرا، يعني ممكن يبقى بعقله اكثر ما بيلعب بعقله. شايف مين على الساحه مميز؟ والله يعني هو دلوقتي احنا بندور، اعتقد ان احنا بندور في الدوري المصري، ما اعتقدش ان في حد خارج يعني. ما هي دي المشكله، مين في الدوري المصري ويكون متاح في الوقت الحالي؟ يعني انا مش هقول، لكن ربما فيه لعيبه مرتبطه في انديتها بعقود، في لعيبه تاني طبعا فيه محاولات، في لعيب في يمكن النادي الاسماعيلي كان عنده لكن ما رضيش يسيب اللاعب في النادي الاسماعيلي متولي او هو باهر المحمدي، لكن الاسماعيلي طبعا في ظروف صعبه جدا، فلو حاولت انك انت مهما يعني من مقابل مادي لكن هيقول انا متمسك لان انا محتاجه كنادي. دي من افضل فيه بعض اللعيبه الاخرين جدا، ممكن الاهلي ما يحتاجش في قلب الدفاع، ممكن يحتاج مثلا في الطرف اليمين او في الطرف الشمال كحد من اللاعبين. فدي رؤيه الجهاز الفني وعلى حسب الموجود عنده، لانه مش هيقدر يلعب فقط بال11 لاعب، لازم يبقى في حد موجود عنده. ان هو طبعا في محمود وحيد موجود دلوقتي برضه مستواه كويس من ضمن الصفقات، لكن يمكن علي معلول لما رجع تاني من الاصابه وبيأدي بشكل كويس وبشكل ممتاز صحيح. في الجبهه الشمال وعامل شغل كبير، ويمكن الهدف الثالث اللي من المقصة كان من خلاله فطبعا يعني توقعات حضرتك بتقول ان النادي الاهلي، لكن هو في الدفاع يعني اعتقد في ممكن صفقه تامنه ممكن تحصل قبل ما يتقفل باب القيد الشتوي. صحيح وغالبا لاعب محلي في مركز المدافع، ومن كلام حضرتك تقريبا هو بعيدا عن الاسماعيلي تماما. اعتقد يعني هو لحد ما وطبقا للمعلومات اللي عندي لحد دلوقتي كلام حضرتك مظبوط. طيب خلينا نروح لملف اخر بعيدا عن الدوري المصري، ولكن لازم نتكلم عن النادي الاهلي والبطولات اللي بينافس فيها النادي الاهلي، دوري ابطال افريقيا. شايف المنافسه ازاي في مجموعتنا اللي بتضم سيمبا التنزاني، شبيبه الثوره الجزائري، وفيتا كلوب مع النادي الاهلي؟ النادي الاهلي دلوقتي هو متصدر المجموعه باربع نقاط من فوز وتعادل. تمام، شايف المنافسه حتى يعني منافسه قويه جدا من وجهه نظر ان فيتا كلوب اقوى المنافسين. الاهلي نجح ان هو يكسبه هنا طبعا 2-0، وعمل ماتش كبير على فيتا كلوب. يمكن الماتش الثاني شبيبه الثوره الجزائري برضو كان الاداء متوسط لحد كبير، ويمكن يعني نجح ان هو طبعا ان هو يتعادل الاهلي كريم نيدفت الهدف اللي هو جابه احرز بيه التعادل. يعني في حد ذاته التعادل ما هوش وحش، الاهلي كان بيطمع ان هو يكسب. لكن طبعا عايز اقول ان طبعا اعتقد ان الاهلي طبعا الماتش اللي جاي مع سيمبا الاهلي مهم جدا ان بيكسب فرق اهداف، لان طبعا اليوم هنقابل سيمبا في الجوله الثالثه وفي الجوله الرابعه كمان. مهم جدا هنا وهناك. مهم جدا ان شاء الله الاهلي يكسب الماتشين، لان كده يبقى حسم الصعود. عايز اقول ان ماتش فيتا كلوب مع سيمبا
فيتا كلوب كسب سيمبا 5-0 دي نتيجه كبيره جدا. بس برضو حضرتك لو جيت تبص للنتائج في المجموعه دي هتلاقي مثلا شبيبه الثوره اخذت 3 من سيمبا التنزاني وجينا احنا تعادلنا معاها رغم ان احنا اكيد مستوانا بيتفوق على سيمبا، فتلاقي الموضوع برضو مختلف. اعتقد ان الارض لعبت مع اصحابها لكن عايز اقول ان هو سيمبا طبعا جاي لنا الماتش الاولاني، اعتقد ان احنا طبعا هيبقى فرصتنا كبيره ان احنا نكسبه بعدد وافر من الاهداف، وفرصتنا كبيره كمان في العوده ان احنا هنكون لسه الفريق لسه ملاعبينه من قريب وحافظينه تماما وعارفينه، ان احنا ان شاء الله نعدي الماتش الثاني بشكل كبير بفوز او تعادل بحيث ان هو يضمن للاهلي ان هو يواصل الصداره على قمه مجموعته، وده صحيح. اهم حاجه من وجهه نظري. صحيح. طيب نرجع لمباراه بكره ونروح للقائمه الخاصه بالنادي الاهلي اللي تدخل ان شاء الله لقاء وادي دجله في الجوله ال20 من الدوري المصري الممتاز، بتضم القائمه شريف اكرامي، محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي، عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، كريم نادفد، صالح جمعه، جونيور اجاي، حسين الشحات، واحمد حمودي، وجيرالدو، وصلاح محسن. تمام. حمدي فتحي مش موجود، يمكن الاصابه اللي هي حصلت ممكن يكون هو حب يريحه. طيب نقول القايمه تاني. شريف اكرامي، محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي، عمرو السوليه، هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، كريم ندفد، صالح جمعه، جونيور اجاي، حسين الشحات، احمد حمودي، جيرالدو، وصلاح محسن. تمام. زي ما قلت لحضرتك ما فيش حمدي، حمدي فتحي مش موجود في القائمه برغم الاداء الرائع اللي عمل اداء في اللقاء جدا. يمكن هي طبعا كان حصل ان هو تقريبا في صدام او كده ان هو طلع هو عنده حاجه شويه اجهاد يمكن فهو طبعا يمكن هو طبعا عايز اقول لسارتي عنده فكر معين بيطبقه مع النادي الاهلي. اولا بيحاول ان هو عنده رؤيه معينه في عمليه الاداء، بيحاول ان هو كمان الميزه اللي فيه انه بيقعد مع كل لاعب ان هو بيحاول يقول له فكره ايه. صحيح. زي ما يكون بيحفظه ان هو المفروض الاداء بتاعه يبقى شكله ايه، او هو رؤيته الفنيه شكلها ايه، واللي عايز يتنفذ في الملعب ايه، وده تقريبا برضه قدر ان الاهلي لعيب الاهلي يستوعبوه ويحققوا ونفذوه وحققوا منه خلاله هذه النتيجه الكبيره اللي اتحققت. اعتقد ان بعض المصابين في القائمه بداوا يدخلوا بشكل كبير جدا، يعني احنا دلوقتي صلاح محسن موجود في القائمه، جيرالدو تقريبا برضه موجود. محمود وحيد كنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي بنقول عليه في طبعا. شايف مين هيكون مكان حمدي فتحي بكره في اللقاء؟ يعني موجود في نص الملعب اكتر من لاعب، ممكن هشام محمد، عمرو السوليه، ندفد. عمرو السوليه موجود وندفد موجود بيلعب، يعني هو ممكن يكون هشام محمد اقربهم اللي هو موجود، احتمال يبقى هو مكان حمدي في نص الملعب. لكن اعتقد ان القائمه طبعا كل اللي موجودين طبعا نجوم، واعتقد ان هو طبعا ان شاء الله هيبقى ماتش ممتع باذن الله. طيب بعيدا بقى عن النادي الاهلي نروح لحاجه مهمه جدا، حدث مهم جدا هتستضيفه مصر، كاس امم افريقيا كان 2019. شايف اتحاد الكوره المفروض يعمل ايه عشان يطلع البطوله دي وينظمها بالشكل المشرف لمصر؟ هو طبعا مش اتحاد الكوره اللي هيعمل لوحده، هي مصر كلها هتعمل علشان عشان البطوله دي في مصر. طبعا البطوله دي كانت في تقريبا في الكاميرون، وطبعا اتسحبت منها ما كانوش جاهزين، كانت هتروح المغرب وبعد كده راحت المغرب علينا. ما راحتش المغرب، جت مصر. صحيح. اولا الاتحاد الافريقي وضع ثقته في مصر اكيد، واحنا طبعا ثقتنا في بلدنا كبيره وفي مسؤولينا كبيره جدا، وشايف ان احنا طبعا كلنا هنتكاتف عشان نطلع الحدث ده على اعلى اكمل وجه وعلى اعلى ما يكون، لان طبعا البطوله دي بالنسبه لنا احنا فيها اهداف كتيره جدا اكيد، مش بس رياضيه، مش رياضيه، سياسيه واقتصاديه ورياضيه واجتماعيه وتواجد بشكل كبير موجود، عوده الجماهير للملاعب، بوابه صحيح لعوده الجمهور عوده الجماهير للملاعب وعوده الاسر للملاعب واعلام مصر تترفع، حاجات كتير جدا 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 هتتحقق من ورا هذه البطوله،
لو ان شاء الله احنا يعني هنحط يعني عينينا وتركيزنا في كل التفاصيل اللي هي في التنظيم. صحيح. عشان هل حضرتك شايف ان الوقت كافي من ساعه ما يعني تم اختيار مصر ان هي تكون منظمه للبطوله دي لحد ميعاد بدء البطوله او افتتاح البطوله؟ طبعا احنا عرفنا كمان ان في الاغلب هيتم تاجيل البطوله دي لحد يوم الجمعه 21. لا هي طبعا القصه ان هي البطوله جات لنا في توقيت 6 شهور. هو طبعا معروف ان الاتحاد الافريقي او كده لما بيجي يعملوا القرعه بيبقى يعني مع نهايه البطوله بعد منها مثلا بفتره بيبقى عندك مده سنتين انت بتبدا تشتغل في اي دوله. شهور. احنا عندنا يعني احنا عرفنا يوم 9 يناير احنا عندنا والبطوله هتكون 21 يونيو. بس عايز اقول لحضرتك ان احنا برضو جاهزين جدا من ناحيه الملاعب ان شاء الله بتبدا تتجهز وهتاخد شكل رائع جدا. احنا فعلا مش زي الدول الافريقيه لا عندنا بنيه اساسيه موجوده وعندنا فنادق وعندنا طرق وعندنا مواصلات وعندنا حاجات على اعلى مستوى بشكل كبير جدا. عمليه تغيير المواعيد كانت تغير يوم وتغير اسبوع اعتقد برضو ده بتتم بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي واعتقد ان مبدئيا الاتحاد الافريقي وافق لكن طبعا لازم يصدر القرار الرسمي من خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف اللي هو ممكن هنعقد قريبا. صحيح. هيبقى فيها عمليه التغيير الميعاد ليوم 21 ان شاء الله عشان رمضان كل سنه طيبين والصيام صحيح. وكل النجوم الافارقه المحترفين بره يبقوا موجودين. أكيد. وانا شايفه كمان هتبقى الامتحانات وهتبقى انا عايز اقول لحضرتك يعني الموضوع كبير في ايه؟ اخد من وقتك نص دقيقه. الموضوع مهم جدا في ايه؟ ان مصر كلها لما تشارك انا عندي هنا طبعا طلبه جامعات وطلبه ثانويه عامه وهذا الشباب العريض الكبير عايز برضه يفرح بمهرجان كبير جدا وكارنفان كبير جدا في مصر ما هواش مجرد غير كمان احنا نعمل فان زون عندنا هنا في مصر زي ما كان بيحصل كتير في روسيا ده هو ده اللي لازم يحصل بشكل كبير جدا واحنا اللي حصل في روسيا اكيد هنشوفه هنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وبعدين انا شايفه برضو ان اقامه البطوله في مصر هتكون مختلفه يعني لو كانت اتعملت في الكاميرون. انا عايز اقول لحضرتك مثلا حضرت بطوله انا الجابون كان 2016 او 2017 في الجابون فيعني البلاد الافريقيه دي بتكون صعبه جدا صعبه جدا الطرق فيها المرافق طبعا. المواصلات فنادق الاقامه يعني انا فاكره ان انا كنت قاعده في فندق سعره 150 دولار وما فيهوش اي حاجه ما فوق انت بتنتري مع الارض تقريبا طبعا. يمكن اكيد طبعا احنا في مصر اكيد طبعا اقل من كده بكتير فاكيد ده هيكون في صالح البطوله وفي صالح كمان الفرق او المنتخبات المشاركه في البطوله دي. احنا لو رحنا يعني اخر بطوله حضرتها مع الاهلي كانت القطن الكاميروني في 2013 كان كابتن محمد يوسف مدير فني ورجعنا خدنا اخر بطوله ابطال افريقيا اللي هو اللقب 2013 احنا كنا مثلا بنلعب القطن الكاميروني في مدينه اسمها جروة بعيده خالص عن العاصمه وهم كانوا فندقين معظم زميلنا اصيبوا بالبعوض والنجوم دخل مستشفى الحميات وكانت في مشكله رهيبه جدا وما كانش فيه طبعا الطريق والملاعب وكانت حدوته كبيره جدا لكن انت طبعا ايه والملعب كان برضو مش قد كده لكن مصر انت كنت مجبر على كذا فطبعا كنا لما بنقعد هناك ما فيش يومين ثلاثه عايزين نرجع بسرعه لان مصر فعلا ام الدنيا امن وامان وجو وحاجه يعني خير كتير ربنا يديمه علينا باذن الله يا رب. نروح بقى لمنتخبنا الوطني الاول السريع عن تحت قياده المكسيكي خافيير أجيري مدير الفني الحالي لمنتخبنا الوطني الأول والفرق الكبير ما بينه وبين هكتور كوبر مدير الفني السابق الفكر الدفاعي العقيم بالنسبة للشعب المصري اللي ما كانش عاجبه ولكن في الآخر وصلنا لكاس عالم والفكر دلوقتي اللي بيعتمد عليه المكسيكي الفكر اللي عجبنا وإن شاء الله وصلنا كاس عالم برضه الفكر اللعب المفتوح الطريقة الهجومية يعني مختلفين تماما طبعا احنا لسه ما شفناش نتائج حقيقيه مع المكسيكي خافيير أجيري لكن شفنا نتائج هكتور كوبر شفنا هكتور كوبر وصلنا في الاخر لكاس عالم كنا وصيف في بطوله امم افريقيا تمام. اما الان احنا لسه طبعا ما شفناش نتائج وما نقدرش نتكلم حتى عن نتائج مباريات غير مباراه تونس يمكن بالظبط وطبعا كانت العمليه محسومه اعتقد برضه في ماتشات في مباراه تونس فعايز اقول ان هو طبعا في اختلاف كبير في الفكر بين الاثنين مدربين بس عايز اقول ان الاثنين مدربين كبار
وعايز اقول ان طبعا هيكتور كوبر رغم الطريقه الدفاعيه البحته اللي احنا كنا متضايقين منها والاداء الدفاعي وصلنا كاس عالم بعد 28 يعني سنه يعني عمل هدف ان احنا كان حلمنا نوصل كاس عالم وقدرنا نوصل كاس عالم. بجيري طبعا فكره مختلف في اداء في شغل يعني رجع الكره الجميله وما ينفعش ان منتخب مصر احنا ما بنحبش نشوف منتخب مصر ان هو مضغوط طول الوقت وبيدافع ومزنوق في نص ملعبه، لا دلوقتي رجع الكره الجميله وفي اهداف وفي اداء وفي تمريرات في اداء راقي بيتم. احنا طبعا ما نقدرش نحكم عليه برضه لحد دلوقتي الحكم النهائي، لكن احنا بنديله كل الفرصه كل الدعم علشان يستمر مع المنتخب، لان احنا طبعا اهم حكم عليه طبعا خلال الفتره دي كاس امم افريقيا هنا اللي احنا طبعا عايزين ان احنا منتخبنا في طبعا يفوز بيها، لان ده التتويج بعد التعب الرهيب وبعد الاستقبال وبعد البطوله وبعد الحفل كل اللي انت هتعمله، حفل افتتاح وحفل ختام واستقبال وفود وبطوله هتبقى على اعلى مستوى وتنظيم مفيش بعد كده، فطبعا هيتوجها ان شاء الله منتخبنا الوطني بان هو يفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه. صحيح، متوقع ان احنا هنفوز بها في الموسم الحالي او متوقع في الحاليه إن شاء الله من الكام، وواثق في الجهاز الفني وعندنا لاعبتنا ان شاء الله هيساعدونا حققوا لنا ان شاء الله الفوز بكاس امم افريقيا. استاذ عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي في اخبار الرياضه، اكيد استمتعنا بوجود حضرتك معانا النهارده في كلام في الميديا، نورتنا في قناه النادي الاهلي. انا بشكرك جدا، الف شكر. شكرا لحضرتك مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا، يوم سعيد على حضراتكم.